لأن هذه الغالب مشكلة الأنظمة لأن الغالب القمعية. قامت لأنها قامت انقلابات. يعني في الجزائر في انقلاب 62 الذي أطاح بحكومة مؤقتة وكان يقودها رجل فاضل يحمل شهادة جامعية، وأنا ذاك حمل الشهادة الجامعية 62 كان يعتبر استثناء، لأنه الفرنسا لم تترك لنا علما نتعلمه يعني. ثم انقلاب آخر في 65 انقلاب عسكري، ثم انقلاب آخر وهو الأخطر والأبشع في 92. يعني لا يتركوك. وهذه القوى العسكرية، أنا لازلت أتذكر مقولة من حين لآخر ورددها لأنها مهمة جدا. حينما جاء زحف جيش الحدود يقوده بومدين وبنبلة على الجزائر العاصمة، فطبعا كانت هناك الحكومة المؤقتة، كانت الأيام الأولى للاستقلال، فأحد كبار الثوار يقول لرئيس الحكومة، يقول له يا سيد بن يوسف، اسمه بن يوسف بن خدر رئيس الحكومة، يا سيد بن يوسف بن خدر، نواجههم، نحن المجاهدون، نحن الحقيقيون الذين واجهنا فرنسا، نحن في الداخل وهم كانوا على الحدود، صحيح أنها مواجهة ولكن في حدود ضيقة جدا، وهذا اغتصاب للسلطة وأنت الحاكم الشرعي. قال له رئيس حكومة يرد على هذا الثوري الكبير العظيم سمى محمد السعيد، يا أخ محمد، كيف تريدني أن أواجه جيش يدعمه عبد الناصر وديغول والحسن الثاني؟ ديغول والحسن الثاني وعبد الناصر بيناتهم خصومات، خاصة ما بين عبد الناصر والحسن الثاني، عبد الناصر وديغول يومها. هذه الدول الثلاثة هي التي كانت تصنع القرار في الجزائر، فهذه الدول الثلاثة دعمت جيش الحدود ودعمت جيش ليقضي على حكومة مدنية كانت هي التي تمثل الثورة وتمثل الشرعية. لماذا؟ فالقوى الخارجية، قوى الخارجية سواء كانت إقليمية أحيانا أو دولية وهذا هو الأصل، لا تريد أن ينبع من أصل الشعب ناس قادرين على إدارة الوطن، مدنيين قادرين على الوطن، فهو إما يجعل لك ملوك أبناء ملوك وأمراء أبناء أمراء، أسر أو عسكر. لكن أضف